أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سر الإنجيل. سوف نرى في هذا اليوم محاولات الإنسان أن يصحح ما حدث وأن يظهر أمام الله بطريقة أفضل، ولكن الله فاجأ البشرية وفاجأنا كما فاجأ آدم أن برنامجه أعلى من كل توقعات الإنسان في أن يصلح ما فسد. لقد وهبنا الله في المسيح بره، والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. كيف حدث هذا؟ وما هو قانونه؟ وما هي أصوله؟ وكيف نتمتع به؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه بعد فاصل قصير. طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. حينما نسمع هذه الكلمات وسط جو الإقفهرار والاضطراب والفوضى التي تجتاح الحياة الإنسانية، نستذنب أنفسنا ونقول: يا ليتني كنت ضمن الذين غفرت خطاياهم، ويا ليتني كنت هذا الرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. ولما لا؟ لما لا أكون أنا من الذين سترت وغفرت خطاياهم؟ وإيه اللي يمنعني من أن أكون الرجل الذي لا يحسب له الرب خطية؟ لا شيء إن كنت أريد، لا شيء إن كنت أصدق كلام الله وخبر النعمة، لا شيء يحرمني من أن تغفر خطيتي ولا يحسب لي الرب خطية. في المشهد اللي كنا واقفين فيه في تكوين 3 آية 20: ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. الرب الإله صنع أقمصة من جلد، لأن ورق التين لا يكفي يا آدم، ورق التين لا يستر حياة الإنسان ولا يكفي. وليه أقمصة من جلد؟ واضح هنا أن الرب ذبح أول ذبيحة، ولأول مرة يرى آدم منظر الدم وهو يراق وينسكب على الأرض. ومعناه أنه بدون سفك الدم لا تحدث مغفرة، ولكن ليس دم أي دم، بل دم المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم، دم حمل بلا عيب. المسيح هو حمل الله الذي رفع خطية العالم. ولكن يوحنا المعمدان وهو يقول هذه الكلمات قال للناس: في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. فهو مش كل الناس عرفته، مش كل الناس عرفت رسالته، مش كل الناس قبلت إرساليته.
لأن من يسمع كلام المسيح ويؤمن بالذي أرسله فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. تفتكروا آدم وهو بهذه القامة وهذا المخ وهذه الشخصية وهذه خبرات السنين هذه، ما كانش يعرف يصنع قميص من جلد؟ آدم اللي سمى الخليقة باسمها، وآدم اللي كان عنده المعرفة في وضعها الأكمل والأصيل، مش عارف إزاي يصنع قميص من جلد؟ أكيد يعرف، بس البر والخلاص صناعة إلهية، فعل إلهي، فعل إلهي دائم قائم أمام الله وأمامنا. على حد قول بولس الرسول يقول: أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هذا الفعل الإلهي هو الذي أنشأ البر. هكذا الذين ينالون فيض النعمة اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وعطية البر سيملكون في الواحد، في الحياة بالواحد يسوع المسيح. هقرأ معاكم بعض آيات من الكتاب المقدس عشان نصحح مفهومنا عن التبرير. في إنجيل لوقا إصحاح 18 والآية 9: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشّار. عشان اللي ما يعرفش مين هو الفريسي، الفريسيين كانوا جماعة من الأتقياء اللي بينفذوا الشريعة والناموس بدقة بالغة، ويواظبون على أعمال التطهير اليومية في كل المواقف. وهم كانوا الفريسيين ناس يبقوا متعلمين جدا ومتدينين جدا، وكانوا على درجة من الرقي ومن العائلات المحترمة، يعني مثل نيقوديموس مثلا. الفريسي يعني رجل معتزل، رجل يعني مفرز أو فرز نفسه لكي يقدم لله كل الشريعة مطبقة ومنفذة. بلغة العامية يعني الفريسي يعني راجل فرز أول بحسب العين والمنظر، ليس فيه عيب واضح. فصعد إلى الهيكل واحد فريسي والآخر عشّار. عشّار يعني أكثر من الخاطي، فكانوا يصنفوا الناس الوحشة صنفين: خطاة وعشّارين. العشّار ده كان أن أحمل خاطي يعني، وكان أشد بؤسا وفسادا من الخاطي. عشّار يعني أفاق، يعني رجل لا مبدأ له، وكانوا يبقوا مكروهين من الناس، وغالبا هم كانوا بيكرهوا نفسهم كمان لأنهم جماعة العشارين. اثنان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار.
أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع، أعشر يعني أدفع عشور كل ما أقتني. حياة حلوة، حياة تشرف، حياة تخلي صاحبها له فخر. لكن شقولتها بولس الرسول ليس لدى الله، ليس لدى الله. طب والعشار؟ العشار وقف من بعيد زي الأبرص كده، ما بيقربش، ملوش عين يبص لفوق، لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، خجلان، خزيان، يشعر بخطيته وبؤسه. شوف وصف المسيح: وقف من بعيد، لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره. كنا وإحنا صغيرين في الكنيسة، لما وإحنا واقفين في القداس في الهيكل، نلاقي سيدنا المطران وهو بيجي عند كلمة الذي سيجازي كل واحد بحسب أعماله، نلاقيه راح رازع على صدره، بس ما كناش بنعرف هو ليه عند الكلمة دي بالذات بيخبط صدره الخبطة الجامدة دي قوي. بعد كده عرفت بقى من الإنجيل: قرع على صدره، يعني مليان حسرة، مليان ندم، مليان خجل. قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا، اللي هو العشار، دون ذاك اللي هو الرجل الكويس المحترم الفرز الأولاني. لا كده بقى نحتاج أن نصحح مفاهيمنا. ليه المسيح جاب اتنين بيصلوا؟ عشان يقول إن في واحد خاطي مبرر، وفي خاطي مش مبرر. ليه؟ لأنه بار في عيني نفسه، لأنه مش حاسس أنه محتاج إلى بر المسيح. بس ده راجل كويس، ما في خطاة كويسين. راجل متدين، أيوة، بس مش مبرر. البر قضية أخرى، هي قضية العمر، لو خسرها الإنسان خسر كل شيء. الخاطي الجاحد لنفسه والرافض لذاته وبيحتمي في بر المسيح وخلاصه الذي صنعه المسيح، الله كساه، مش بقميص جلد بقى زي الأولاني، لا، القميص الجلد ده كان تعبيرا عن ثوب البر الذي صنعه المسيح بنفسه بتعب يديه، زي ما بيقول أشعياء النبي، ليستر خطايانا وكسانا لباس البر. صناعة إلهية. هذا رجع إلى بيته مبررا، يعني القضية اترفضت، أو بحسب الكلام بقى المتخصص بتاع بولس الرسول، الأحكام كلها سقطت بسبب الوفاة. وفاة إيه؟ تعالوا نشوف إيه الوفاة اللي بولس الرسول بيقول عنها للإنسان الخاطي المبرر، والتي أسقطت كل القضايا والأحكام التي كانت ضده. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح
الثالث بيقول، وآية الإصحاح السادس وآية 3: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت. لما اعتمدنا للمسيح دفنا معه للموت. مش عارف ازاي، يعني في ناس بتفكر انها تفصل معمودية المسيح عن موت المسيح. انا بصراحة مش عارف ايه الفكرة دي تيجي ازاي. يعني حتى فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نحن نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. أهي دي اللي بقول عليها الأحكام سقطت والقضايا سقطت بسبب الوفاة. الموت مع المسيح وبالمسيح، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. أنا عايزك النهاردة بعد ما تسمع الرسالة دي تدخل مخدعك وتصلي وتقول له: يا رب، انت اديتني برك بالطريقة دي ان انا اموت مع المسيح وفي المسيح وادفن معاه للموت بالمعمودية واقوم مع المسيح في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة اللي جاية من عند الله. على فكرة المعمودية في الإنجيل، في الإنجيل وفي الكنيسة مية وتوبة وإيمان، أو توبة الأول وإيمان وبعدين مية، ما يفرقش. لو بين المية والتوبة سنين عند الله ده فعل واحد اسمه الموت والقيامة مع المسيح، والفعل الإلهي ده خارج الزمن، يعني مش محسوب بالساعات والأيام والسنين. ففي ناس اتعمدت وهي صغيرة وتاب بعد سنين طويلة وآمن إن المسيح أحبه ومات من أجله وقبل ذبيحة المسيح لأجله ولبس ثوب البر في عمر متقدمة. كل ده فعل إلهي واحد جوه المسيح وفي المسيح وبالمسيح، اسمه المعمودية. أما المية بس فدي كانت معمودية يوحنا المعمدان، أما معمودية المسيح فهي معمودية روح قدس ونار. روح قدس يعني حياة إلهية، نار يعني فعل إلهي حار جدا وملتهب قضى على الخطية. لكن خلينا عشان الوقت جري بينا أروح أشوف الرسول بولس قال إيه على الحكاية دي في رسالته إلى كولوسي الإصحاح الثاني وآية 13: وإذ كنتم أموات في الخطايا وغلف جسدكم، يعني ما انفصلتوش عن جسد الخطية، أحياكم معه اللي هو المسيح مسامحا لكم بجميع الخطايا. حلوة الكلمة دي، حلوة قوي، جميع
الخطايا. اوعى تكون في فاكر في نوع من الخطايا المسيح ما بيمحهاش، او البر بتاع المسيح ما سطرهاش. اوعى تنسى الكلمة دي، مسامحا لكم بجميع الخطايا. ازمح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا. كان زمان الدين ما يتكتبش بشيك زي دلوقتي او كمبيالة، لا، الدين كان يتنقش ويتحفر على معدن اسمه الصك عشان ما حدش يقدر يمسحه ولا يلعب فيه. طالما الصق عليه النقش الدين قائم، والصق عمره ما بيتمسح. أم يجي الداين يقعد قدام المدين ويطلع له الصك يحطه في الوسط، الدين اهو خلاص. شوف المسيح عمل ليك وليا ايه. محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط. يعني الداين والمدين قاعدين مع بعض والصك بينهم، المسيح رفعه من الوسط. طب لما الدين يتسدد يعملوا ايه في الصك؟ ما بيتمسحش، يخرموه. اذا اتخرم الصك لا يمكن المطالبة بيه ويسقط الدين. فالمسيح رفع الصك الذي كان ضدا لنا في الفرائض من الوسط مسمرا إياه عشان ما ينفعش تاني المطالبة به بالصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا فيه، الهاء هنا عايدة على الصليب، سقط الدين ومحى الصك مسامحا لنا بجميع الخطايا. ادخل إلى مخدعك وروح تقدم لجسد المسيح ودمه، واقرع صدرك وقول له سامحني بجميع الخطايا. اختم بقصة سريعة في دقائق عشان الوقت. كان في عيلة الاب قال لهم انا هاخدكم رحلة بالمركب وهدفع لكم التذاكر كلها، بس مفيش طلبات او مصروفات على المركب. ماما هتاخد لنا اكل وسندوتشات ناكل منها طول الرحلة. قام الولد كل ما يحس بالجوع يقول لهم أنا جعان، ماما تطلع له سندويتش من الشنطة، زهق. فقال له يا بابا أنا عايز أكل آيس كريم زي العيال اللي بتاكل دي. قال له مش احنا قلنا مفيش طلبات في الرحلة؟ قال له طب خلاص. واحد صاحبه بيتحرك معاه وبيحكي معاه لقاه بياكل بيتزا، وبعد البيتزا أكل آيس كريم. فسأله قال له هو باباك بيدفع ده كله؟ قال له لأ، ده الأكل والشرب والآيس كريم على حساب التذكرة. فالواد راح قال لهم عايز بيتزا، جابوا له بيتزا، عايز آيس كريم، جابوا له آيس. خد دول وراح لأبوه. أما أبوه بيقول له إيه ده حبيبي؟ قال له ما درتش يا بابا، مش اتضح إن كل حاجة في المركب على حساب التذكرة، وانا عمال اقول جعان تطلعوا لي سندوتش من الشنطه، عايز ايس كريم لا مفيش فلوس، اتاري كله على حساب التذكره. بدون سفك دم لا تحدث مغفره. الله في هذا اليوم قائم امام عيوننا. حمل الله الذي يرفع خطيه العالم مرفوعا على الصليب، محى الصك وسمره على الصليب مسامحا لنا بجميع الخطايا. إذن أنت وأنا من الذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم. طوبى لنا في المسيح يسوع، لأن دم المسيح يسوع ابن الله يطهر.
هر من كل خطية. والآن أستودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. لإلهنا كل مجد وكرامة. آمين.